ولاقى نجاح كبير جدا. شلون هالمعادلة؟ يعني شلون؟ أنا بعد أنا أقول لك انتقد و... شوف أنت الحين تقول لي ولاقى نجاح، كانك تقول لي على كثر لي. ما انتقد على كثر ما لاقى نجاح. في 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 شغلتين، في خطين. أولا خلني أقول أنت هل أنت اقتنع؟ هل شوف أنا سعيد إنك سألتني السؤال هذا. وعلى فكرة أنا لم يعني أتكلم فيه نهائيا ولم أجب عليه نهائيا، لكن يا الوقت إني أنا أتكلم. تفضل. المسلسل كلنا أذانا صارخة. لا لا لا، المسلسل فعلا مثل ما تفضلت هوجم من بعض بعض يعني الأقلام للأسف اللي أنا أعتبرها غير نزيهة وغير محايدة. أنا أنتقدك أول ما أشوفك، لا خلي خليك طل علي وقدم برنامجك بالأخير بعدين أنتقدك. ما أطل أول ما تدش وتقعد أقول لا برنامجك مو حلو، صح ولا لا؟ نعم هذا جميل. بعدين تقدني تقدني يقول والله إنك أنت اللي قدمته، والله في عندك أخطاء كذا 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 كذا. أنا ما أنتقدك وأجرحك، ألاقي التجريح أكثر من النقد. شنو النقد؟ النقد وراح أتكلم بكل صراحة، نقدك على مسلسل 30 حلقة في كذا مصروف عليه ومتعوب عليه ويحمل من الأفكار أنت اللي أنت ممكن ما قدرت تستوعبها بسهولة، تيجي تنتقد العمل عشان تقول والله البوديغارد واقف عند الباب، البوديغارد لابس يلبسون عندنا دشاديش، لا يلبسون بنطلونات، وين النقد؟ أنا سعيد لما تنتقدني، سعيد لما تقول لي والله كذا 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 عملك، إنما تنتقدني علشان والله تقول لي البوديغارد موجود لابس دشداشة، لا إحنا عندنا ما يلبسون دشاديش، يلبسون دشاديش ما يلبسون بنطلونات، هذا مو نقد نهائياً. إيه بس أنا جايك بالحكي، بس بقول لك شغلة، العمل الوحيد من بد الأعمال الخليجية اللي عرضت كلها، الوحيد اللي كان محط انتباه على جميع المستويات. يعني خلنا نعلق على هالموضوع. هذا ما تعلق فيه لأني أنا أقولها لك، أنا أقولها لك بدليل. أنا أعطيك دليل يعني ردا على سؤالك، إنك أنت قلت إنه هوجم، اللي هاجموا العمل هذا أي طبقة تقدر تسميها؟ أطفال؟ لا طبعاً كبار وناس أصحاب قلم مثل ما قلت لك أنا وأصحاب. إذا شاهدوا العمل، أنت عمل مو عاجبك يا أخي بيذكر مو تقلب محطة ثانية، معناته أنت متابع عملي، معناته إني أنا قادر إني أشدك لغاية 30 حلقة أو 35 حلقة أو 34 حلقة، إنك أنت تتابع عملي عشان تقعد تقول والله عملك مو حلو. نعم يا سيدي الفاضل، كل بقولها لك باختصار شديد هي توليفة جديدة، نمط جديد. خلني أوقف عند هالتوليفة. طبعا أنت وفجر السعيد يمكن في خلال هذا العمل جسدتوا قصة. أنت ما تعتقد وكثير انتقدوكم ويوم ليوم سموكم إرهابيين فن، تقدر تذكر في أحد التصاريح لأحد الأخوان الصحفيين؟ وين في هذه؟ كانت الأخ هذا الضيف كان عندكم أنتم في روتانا. في روتانا إحنا، وبالعكس هذا يدل على حرية أكثر، محتاحة المجال. يكفيني يعني هذا رأيه وعبر رأيه سواء كان في روتانا أو غير روتانا، لكن هذا صحفي قال مثل ما الجريدة تعبر، إحنا كمان سقف الحرية عندنا كمان متاح. هو له حق انه يقول، وانت له حق انك ترد. الان انت رد عليه في روتانا ايضا. صح ولا لا؟ يعني انا اللي اقصده، خلنا ندخل في الموضوع الاساسي. انا معك، الموضوع الاساسي لو سمحت لي. الموضوع الاساسي الغرابه، يعني اللي يقال بان وقيل بان هذه هذا القصص لا تكون في غالبيه المجتمعات، ولكن هي اي مجتمعات؟ خلينا نقول مجتمعنا، المجتمع الكويتي اللي انتم جسدتوه. حلو ماشي ممتاز. من قال ان هذا المجتمع؟ احنا نقصد المجتمع الكويتي. فجر السعيد كانت كاتبة في بداية حياة بالمسلسل إن هذا الأحداث ما أخذتها من الواقع الكويتي. ما هذه مشكلة، إن للأسف دائما ينظر لها إن الأعمال توقت مجسد بس فقط الكويت، أي في توليفة بسيطة عن الكويت. بس يا ابو ناصر خلي يكون في توليفة ثانية. لا اللهجة، الملابس، طيب الهوية، ماشي، اللوكيشن، ماشي، العوايل، ماشي، الطبع، العادات، التقليد. على يعني عيني الحين، على عيني كله تقوله. دقيقة. طيب أنا لما تكون معي لما تأخذ الحوار. زين لما تكون معي فنانة من البحرين، هل هذا معناته؟ خلي يجي. أنا أقصد، هل معناته إن أنا أقصد إن هي جاية من البحرين، إن تقص ترمز إلى البحرين، أو إن إذا معي من الإمارات ترمز إلى الإمارات؟ خلنا نتفق. خليجي، المجتمع الخليجي. خليجي. ممتاز. لا. ممتاز المجتمع الخليجي، بما احنا نقول بان الخليج بيت واحد. فجر تجاوزت حدود الخليج عربي. انا اقول لك في اعمال 100% خليجيه، نعم كويتيه. يعني تعتقد عمل الامبراطوره يعبر عن البيت الخليجي او القصه؟ ما تعتقد انها قصه غريبه؟ ممكن، ما انا قاعد اقول لك ممكن تكون يعني جزء منها كويتي، جزء منها خليجي، جزء منها عربي. عالمي. احنا قلنا بالخيال، اطرح عط خيالك. احنا امام ناس فئه تقرا، ناس تعي، ناس تفهم، تجد الشخصيه هذه وين فيها الموجوده النوعيه هذه، وين موجوده حياه امبراطور بهذا الشكل، وين الانسان هذا اللي يطلع بالعربيات ويوسف ساعات. مو كل ما يحدث في المجتمعات ممكن ان يعرض على التلفزيون.
مو كل احنا مو هذه النقطه كثير ما اسمحها بركات كثير حقيقه ما اسمحها لكن احنا شنو قاعد نقدم في عملنا ما عندنا لا سمح الله شيء في تعري او في تجاوزات او في امور اخلاقيه كثيره شنو التجاوزات اللي سويناها اللي صارت يعني هل هي مثلا انا كثير ما ارجع على دنيا القوي يقول لك والله رقصوا شنو الرقص اللي سووه في مستويات في في ناس تدش على هذا وناس تدش على الشيء هذا وناس تقتنص نجاحك وناس تقتنص شكلك وناس هذه شيء وارد وطبيعي يعني عرفت شلون الامور بالداخله والشاطر انك انت يقتطف طيب انا ودي انت كوميديان انا فيني اروح الكوميديا لكن ليس كوميديان يعني ودي اقول رايي يعني لا اكثر ولا انه مو رايي يعني في تناقشنا في ابراهيم شكلك يعني اللي كان يختارك للرومانسيه ترى معاه حق طبيعتك حتى من خلال برا الكاميرا يا جماعه والله حتى لو برا الكاميرا يعني حتى صدقوني برا كان ابراهيم هادي طبعه لما يحاكي بنته احس انه حبيبته مو مغرور ها مو مغرور لا مو مغرور يا اخي ما اشوفك كوميدي اشوفك بالفعل الرومانسي يعني ما ادري هل ان هذا شيء مطبوع في الذهن خلاص وانا انا ما يعني ما اشوف نفسي بالكوميديا بدرجه يعني بذيك الدرجه القويه ما ادري عندي احساس صعب جدا انا اوقف واقول نكته عشان اشوف الناس تضحك لا الملامح تعبر ولا ضحكت اقعد بشوف نكته ثانيه العن عشان الناس تضحك وبعدين لا خلني بعيد كذي اقدم شيء راقي جميل حلو خلاص وبعدين في البركه الموجودين الفنانين الكوميديا لا فيهم الخير والبركه فيهم لو التخصص حلو ترى مو انا ايضا مجالي متخصص فيه الحمد لله وناجح فيه لا انا اقصد يعني بصراحه يعني رحمة الله عليه الفنان عادل أدهم مثلاً الفنان فريد شوقي كانوا متخصصين في بعض الأدوار يعني الأدوار اللي فيها الشر محمود المليجي مثلاً توفيق الدقن إيه كان متخصصين في بعض الأدوار أنا كأمثلة عربية اشتغلت ويا الله يرحمه توفيق الدقن فظيع الرجل هذا رحمة الله عليه كان رائع جداً وبسيط جداً على وهذا الرجل يعني كنت أتمنى في يوم من الأيام تشوفه هذا الوحش على يعني الشاشة تشتغل قدامه همبوكا أذكر له أفلام الأبيض والأسود وكان رائع وبسيط جداً يعني أبسط مما تصور الله يعني كان هذا الفنانين يعني فنانين حقيقة يعني حياتهم غير وشغلهم غير عموماً بنشوف حنا حياتك أيضاً أمر تجهز بهالصور أمر جهز بصورة مسكينة وقاعد ترتب عندي حقيقة يعني عندي نبي نعدي على كم صورة نبي نعدي على كم شاء الله إيش رأيك توكلنا على الله تعال شوف كم صورة بعد يقولك الشعم هاليومين على كيف ناوي عليه والله أنت اللي ناوي مو أنا اللي ناوي الحداد ويقولون عاد يقولون أنا الليلة محسن العادي صاير إنه أخذها مالي شغل إذا طحت مريض كيفي كنت هذا مالي شغل الليلة حداد يمكن أنا أطيح مريض مو أنت توكل حياك حياك بركة تعال سبعين الصور منو صورته هذه أخوك هذا يوسف هذا يوسف ما شاء الله تعال يا هذا ما شاء الله لبس البحرية هذا يوسف إيش إن شاء الله يعني خلال سنتين إن شاء الله يتخرج من الأكاديمية البحرية وإسكندرية حاليا قاعد يدرس ما شاء الله أي مواليد يوسف لا تحرجني عاد من وراء الناس اللي ما أعرف بس هو تقريبا ما شاء الله عمره 21 سنة الحين 21 سنة ما شاء الله يعني على فكرة اللبس يوسف يذكرني بسؤال لو رجع فيك العمر وراء هل راح ترد تدخل التمثيل ولا عندك مشروع لا آخر؟ والله بالعكس انا ما احس اني ندمت اني دخلت التمثيل لاني كسبت منه اشياء كثيره حقيقه استفدت فيها بحياتي ولا اعتقد اني انا الفن الاسائي ولا اني انا اسات للفن لذلك انا ماني شايف انه في شيء يعني مثلا شيء اكيد ما التمثيل كمان يعني على فكره هي مهنه خلاص مهنه ابداع مثل ما يقولون يعني ومو هين مجال مو هين يعني طيب خلينا نشوف باقي الصور نبدا من الصوره الأولى وإحنا هذه سلمك الله يعني صورة كثير عزيزة علي هاي الشيخ نشمية الشيخ نشمية رحمة الله عليها وعدنان عسى الله يعطيه العمر والصحة والعافية إن شاء الله هذه من أحد الأعمال اللي قدمناها كنت في دور مجنون ليلى مجنون ليلى هذه أيضا مسرحية كانت من تأليف وإخراج عبد الله الحبيل تبين المرحومة مريم الغضبان رحمة الله عليها والأستاذ سعيد صالح نعم هذه طبعا فنان العرب فنان العرب إن شاء الله يعني ملعل عندكم محمد عبدو كانت اجمعتني في جدة اجتمعت أنا وياه هذه شوف يمكن صورة مو واضحة لكن هذا يعني شيء اللي هو قبل شوي تكلمنا عنه اللي هو فيلم شاهين فيلم شاهين هذه صورة من الفيلم اي نعم
وهذه انا شايف صوره هم جميله لك. اي هذه مع عسى الله يعطيه الصحه والعافيه ان شاء الله صاحب السمو الشيخ سعيد سعد عبد الله. هذه جمعتنا في بلندن، كان عندنا مسرحيه والحقيقه يعني طلب شوفتنا ولقائنا في منزله بلندن. سلامتك الصحه الله. وهذا ايضا صوره عزيزه بعد رحمه الله عليه مع الشهيد شهيد فهد لحمه. نعم. رحمه الله عليه رحمه الله عليه. يعني رجل يعني حقيقه يعني انا لي كانت لقاءات كثيره معه فعلا. يعني رجل رحمه الله عليه يعني واحد مهما قال عنه ما يوفي حقه. شنو مناسبه لقائك اللي جمعك فيه؟ هذه كانت مسرحيه وكانت في هذه المسرحيه في حادثه ظريفه جدا ولازم اقولها لكم حقيقه يعني عن هذا الرجل. نعم. اثناء العرض صار حادث. واحد برا شاب طلع بسيارته دعم حوالي 4-5 سيارات فمسكوه. فيات امه تبكي من عنده، عرفت ان الشهيد موجود. فقالت له كذا 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 الموضوع، فقال استاذنهم شويه وراح وحل المشكله بشكل ما تتصوره. جاب الولد وأنبه وقال له انا باخذك بحبسك، بس مو بالله بحبسك عندي في البيت عشان تأدب ثاني مره واسوي الحركه هذه عشان امك رحمه الله. ومسك السير اللي قال التعورات، قال ايش لكم يا ابو انتوا لكم انتوا وسير متصلح انتهى الموضوع كلكم حبايب. فحلها بشكل ودي وبشكل بسيط جدا. المره يعني ايش اقول لك، بغت تطيح على دينا بس توسيدي انا من كثر ما هو يعني حلت المشكله، صلت سيارة وتصلحت، والولد قال أنا بأنبك بس بحطك عندي بالبيت عشان مرة ثانية مرة لا تسوي سوا. فكانت موقف جميل في المسرحية. ذكرتك هالصورة. ذكرتني هذا. فحقيقة كان لقائنا مع الله يرحمه برحمته الواسعة إن شاء الله. هذه مع هذه أحد الأدوار الرومانسية مبين. هذه اللي هي شغلنا الشاغل. الشعار. والستايل القديم والشغلات هذه مع الفنانة أختي سعاد عبد الله. كان في مسلسل طيور على الماء. طيب ليش ما قمنا ما عدنا نشوفك الحين مع مثل الفنانة سعاد في بعض الأعمال؟ والله ما في سبب يعني، لكن يمكن يعني ما في أي سبب، وإن شاء الله أتمنى بالعكس. أنا يسعد ويشرفني إني يعني أشتغل مع سعاد. بالعكس سعاد فنانة قديرة ولها جمهورها والواحد يستفيد منها أشياء كثيرة. سعاد مدرسة يعني. طيب أنا خاش صورة إذا تلاحظوني من بداية. أنت قاعد تبوق بصور وطالع بصور. في والله ضايق صورة ترى أنا. إيش عندك بعد؟ ضايق هالصورة جميلة لك كنت والفنان منصور المنصور من مسلسل حبابة. هذا المسلسل هذا بسترجع فيه الذكرى معك. لو يرجع والحين وتفاجأ تلقى مقطع أو مشهد من هذا المسلسل راجع، شو يكون شعورك إبراهيم في هذه اللحظة؟ ما طالع صدق، ما أقدر أشوفه. معقولة؟ شكلنا أشكالنا كانت غريبة. طالع صورتك الشعر وشارلستون والشغلات هذه الستايل القديم هذا، ما أدري يعني كان طبعنا شكلنا غريب وكنت ضعيف ويعني ذكريات يعني. بس للاسف ان العمل هذا حبابه الوحيد على فكره. يعني الحمد لله انا يمكن تميزت باعمال يعني هذا حبابه العمل الوحيد العمل التلفزيوني، مع انه يمكن اكثر من 30-40 عمل اذاعي لكن تلفزيون للاسف هو الوحيد. تمام. كم درجه الحراره يا شباب؟ ترى انا مالي شغل اذا استمرض. تبون حداق؟ اخواننا المشاهدين ترى انا مو شغل. تبون حداق؟ تبون حداق؟ تبي حداق؟ بروحك بردان حتى انا بحد اذكره وياك انت. هذا اللي ناوي عليه لمسه. انا ما لي شغل ترى. ايش رايكم هذه شايفها وياي؟ ما ادري هذه والله ما ادري شايفها وياي للحين صراحه. ايش رايك تكتب عليها تعطيني تكتب لي ذكرى وتحطها لي واخليها عندي؟ اكتب لك ذكرى ما عندي قلم والله اكتب، بس في نهايه الحلقه لان شكلها بتلازمنا طول الحلقه. هذا الحين ان شاء الله الحظ في الحداق. حداق 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 يلا حداق.